تتذكر ضيعتك؟ ايه. وقد ايه مبسوط انك راجع؟ كتير. هكذا كان حسين ابن الاثنتي عشرة سنة متأملاً العودة إلى فليطة السورية مع جملة العائدين من عرسال إلى بلدتهم في القلمون الغربي. كان ينتظر لحظة لقائه بوالدته التي لم يرها منذ 6 سنوات بلهفة كبيرة قبل أن يصطدم بواقع أن مغادرته الأراضي اللبنانية غير ممكنة بلا موافقة أحد أولياء أمره بحسب الأمن العام. لحالك رايح ولا منك؟ لحالك رايح؟ ايه. يا ما رايح لبنان كلها من يا ما هالعرسيل بدهن يسوا عرس. ليه مش راجع؟ لا سوري لا. بس انه ليش مش راجع؟ له اسم هو لحاله عم يجرب بس قريب لعندي شوي. سجلت اسمك؟ سجلت اسمك؟ ده. ايه؟ ده. وكيف بدك ترفع اذا ما سجلت اسمك؟ بركب شي سياره. حسين خانته دموعه عندما علم أن مغادرته إلى سوريا مستحيلة حاليا فلجأ إلينا ليناشد والدته عبر الشاشة ويقول لها إنه يحبها ويريد العودة إليها. حسين منذ الصباح الباكر حامل شنطة وناطر بده يفل عم بيقول إنه أمه بسوريا صار له من لما كان عمره 6 سنين هلأ عمره 12 سنة ما شاف أمه وحابب يوجه رسالة لأمه ويقول لها إنه هو موجود هون وبده يفل. شو بدك تقول لأمك؟ حبها تجي تاخذني. طلع على الكاميرا. حبها تجي تاخذني كل. انت قد من امتى صار لك هون؟ من 6 سنين. بيك وينه؟ ها عرسان. وليه ما بدك تروح عند بيك؟ بدي اروح لعند امي. قد ايه صار لك ما شفتها لامك؟ صار لي 6 سنين. وما حكيت معها ابدا؟ ايه حكيت معها من 5 سنين. من 5 سنين حكيت معها. هي وين موجوده؟ بسوريا يمكن بالشام. بالشام او بفليطه؟ قلت لي بفليطه. بتكون نعل تعشي بتكون بالشام. انا وقت اللي حكيت معها كانت بالشام. كانت بالشام. شو اسمها امك؟ وجه لها رساله قلها شو بدك تقلها لامك. اسمها ايمان. ايمان؟ في دردشة معه أبلغنا هذا الطفل السوري الذي لا يجيد إلا كتابة اسمه بخط يرتجف ألماً إنه هرب مراراً من منزله بعد تعرضه المستمر للتعنيف من قبل والده وزوجة أبيه التي وعلى حد قوله بعاملة مثل أمي بس بتضل تقتلني وهو ينام في الشارع مطرح ما بيصح له. هذا وتمكن أحد أعضاء لجنة الإنقاذ الدولية الذي صادف وجوده لمراقبة عملية عودة النازحين تمكن من التواصل مع إحدى الجمعيات الإنسانية التي وعدت بأنها ستهتم بحالة الطفل السوري حسين أبو زيد وستساعده لإيجاد والدته. حليمة طبيعة، قناة الجديد.